راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني يعلق على ملامح ميثاق سلطة الشعب المقدم من قبل لجان المقاومة بالخرطوم. في هذا الميثاق لاحظنا أنه في تخطي وتجاهل واضح لأهمية انعقاد المؤتمر الدستوري. والخبير الاقتصادي والأكاديمي دكتور عبد الحليم تيمان يقدم تفسيرا لحركة صعود وهبوط الدولار في الأيام الماضية. جار العملة الآن هم أرصدتهم برا السودان بتساوي 80% من الكتلة النقدية اللي بيمتلكوها نازل من خلال 30 سنة الفاتو. ولكننا سنستهل كالعادة بعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان. مجلس عمداء جامعة الخرطوم يقرر الطعن في قرارات البرهان بحل مجالس أمناء الجامعات وإقالة المدراء أمام القضاء الأجهزة المختصة. بعثة يوناتمز ترد على تصريحات البرهان وتؤكد أنها لم تتخطى المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524 المتخذة في يونيو 2020 مشددة على الالتزام بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد. قسم الحوادث بمستشفى نيال التعليم بولاية جنوب دارفور يستقبل 56 جريحا من بينهم أطفال كأول عملية إسعاف تتم لمصابي أحداث الصراع الدائر في جنوب دارفور بين الرزيقات والفلاتة منذ 4 أيام. هيماتي نائب رئيس مجلس السيادة يوجه والي جنوب دارفور بحسم النزاعات القبلية عسكريا والوالي يعلن وصول طيران عسكري لمناطق النزاع والتعامل بالحسم مع أي تجمعات في تلك المناطق. أبناء الفلاتة بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور ينفذون وقف احتجاجية بساحة السحيني استنكارا للتردي الأمني بالولاية. الأجهزة الأمنية تواصل في استهدافها للصحفيين وتصيب 3 منهم في مواكب الخميس 31 مارس من بينهم الصحفي عمر إبراهيم هنري. الطفل عبدالعزيز فضل الله حسن البالغ من العمر 12 سنة يتعرض للضرب المبرح وإصابة بالكسر في اليد على يد شيخ خلوة بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور. مواطنو وحدة شنقلطوباية الإدارية التابعة لمحلية دار السلام بشمال دارفور يحتجون أمام الوحدة الإدارية مطالبين بانفصال الوحدة من المحلية. مجلس شباب الحلنقة ندين بشدة استخدام العنف في إدارة النزاعات وندعو الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس. سلطات الاستخبارات بمدينة القضارف تحتجز 6 من أعضاء لجان المقاومة في سجونها والمكتب الموحد للأطباء وتحالف المحامين الديمقراطيين بالولاية يدينان العنف ضد الناشطين واعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية. لجنة المعلمين السودانيين تعلن مواصلة إضرابها المركزي وتصف ما يحدث في التعليم بأنه عودة كاملة لكوادر المؤتمر الوطني. مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان يحتجون أمام مقر البعثة الأممية اليونسفا بأبيي رفضا لنشر قوات من جانب السودان وجنوب السودان في المناطق الشمالية والجنوبية لنهر كير. الحزب الشيوعي السوداني يشيد بميثاق تأسيس سلطة الشعب للجان مقاومة ولاية الخرطوم. شكرا أمين. وثيقة سلطة الشعب تنحو نحو اختيار الاتجاه الرئاسي دون البرلماني في الحكم وتتجاهل فكرة المؤتمر الدستوري لحسم القضايا العالقة منذ الاستقلال مثل قضية الهوية وقضايا الحكم. هذه بعض ملاحظات الأستاذ صالح محمود المحامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني على وثيقة سلطة الشعب المقدمة من قبل لجان المقاومة بالخرطوم. الزميل صالح زكريا تحدث إليه ظهر اليوم وأعد لنا هذه المادة. ملاحظاتنا حول وثيقة الخرطوم بشكل عمومي وأنا دي دراية عمومية مش بالتفصيل لأنه الورقة نزلت والناس المحتاجين إنه يراجعوها ممكن، لكن زي ما أنت قلت إنه ممكن نتكلم عن أهم الملامح والمحاور اللي استند عليها الحزب في الرد على هذه الوثيقة. الملاحظة الأولى كانت إنه هذه الوثيقة تنحو منحى اتجاه النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني اللي يعني بيعتقد فيها الحزب الشيوعي السوداني انه النظام البرلماني هو
الأنسب لبلادنا، وإنه السلطة التشريعية اللي هي يعني البرلمان هو صاحبة السلطة الأعلى في التشريعات، بدلا من أن توكل هذه المهمة لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية كما هو حادث في النظام الرئاسي. النظام الرئاسي في رأينا وفي رأي الحزب لا يصلح لحكم السودان، وده كان موقف الحزب منذ بدايات الاستغلال إلى اليوم مرورا بكل البرلمانات اللي سبقت، يعني سواء كانت مؤقتة أو برلمان أكتوبر، نحن كنا ننحو إلى انتهاك نهج النظام البرلماني. وده طبعا فيه هو الفصل بين السلطات، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. أيضا في هذا الميثاق لاحظنا أنه في تخطي وتجاهل واضح لأهمية انعقاد المؤتمر الدستوري، لأنه القضايا التي وردت فيها في هذا الميثاق واللي يعني تعتبر كأنها هي حسمت المسألة، هذا يتناقض تماما مع مبدأ فكرة انعقاد المؤتمر الدستوري اللي نحسم فيها كل القضايا العالقة منذ الاستغلال إلى اليوم. وأدية طبعا مسؤولية كل جماهير شعب السودان، إنه يعني الناس كلهم تتاح لهم الفرصة في إنه في المؤتمر الدستوري القضايا العالقة اللي من بين قضية الهوية، قضايا الحكم، النظام هو فيدرالي نظام يعني زي ما يقولوا في الأنظمة الدستورية، هل هو نظام سنترال اللي هو مركزي غير مركزي، وإذا ما كان غير مركزي هل إلى أي مدى الفيدرالية ممكن تكون واحدة من الخيارات، أو نظام المديريات القديمة اللي كانت عبارة عن أفتكر 6 مديريات بالإضافة للمديريات الجنوب اللي انفصل. وبالتالي هذه قضايا مهمة وجوهرية، يمكن حسمها بهذه الطريقة لا يجدي، يجب أن نحيل كل هذه القضايا للمؤتمر الدستوري. هذا هو أيضا يعني واحدة من الملاحظات. الملاحظة الثالثة أيضا إنه القضايا علاقات السودان الخارجية اللي يجب أن تؤسس على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وبنفس القدر عدم السماح للآخرين في التدخل في شؤوننا الداخلية، وأن تكون هناك ندية، وأن نتعاون مع العالم ومع الجيران مع المحيط الإقليمي والدولي، لأنه عندنا مصالح مشتركة، لكن يجب أن تكون هذه المصالح على إنها هي الأساس بتاعها، إنها تخدم الشعب السوداني ومصالح الشعب السوداني، بدلا من المحاور اللي شفناها في الفترة الأخيرة طوال 30 عام وغير 30 عام اللي اتسمت بأنها يعني كانت يعني أقرب إلى أنها تكون هي علاقات تبعية، سواء كان المجال الاقتصادي والمجال السياسي الدبلوماسي كانت فيها الكثير من التبعية للخارج. وسمحنا أيضا في سمحت هذه السياسات في التفريط في السيادة الوطنية اللي تظهر الآن مشاكلها في المحاور، لأنه هذه الأنظمة التي تعتمد على الخارج في بقاء في السلطة ممكن أن تقدم ما يفوق التسهيلات إلى 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 مستوى آخر، يمكن أن توصف بأنها يعني تفريط في السيادة الوطنية. الكلام فيها ما واضح في هذا الجانب، تحتاج أيضا هذا المحور إلى مزيد من التشاور. نعم. أيضا الاقتصاد الحر ودور القطاع العام يعني في سياسات الاقتصادية في بلادنا أيضا تحتاج لكثير من الضبط ولإبداء ملاحظات حقيقية حولها. استغلال القضاء والأجهزة العدلية يعني فعاليتها تكمن في استغلالية القضاء، وإنه يجب إعادة النظر في كل القوانين المخالفة للمعايير الدولية وللمواثيق الدولية. أيضا أعتقد إنه الكلام حول
العدالة الانتقالية تنقص الكثير من الدقة، لأن العدالة الانتقالية ليس بديل للعدالة الطبيعية، بل هو يعني هي نظرية لم تختبر يعني فعاليتها حتى في البلدان اللي الناس بتكلموا عليها، في جنوب إفريقيا، في 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 المغرب، في غواتمالا، في الأرجنتين، في تيمور الشرقية، لم تحسم هذه القضية إلى نهايتها، بحيث تكون نظرية ذات يعني مصداقية كاملة تصلح لكل الأحوال. طرحت في السودان هذه هذا المصطلح في زمن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتم استغلال هذا المصطلح لصالح عمر البشير وعوانه اللي كانوا مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بما يعني أنه المصطلح يعني العفو، والناس اللي بيطرحوا هذه العملية غير مدركين أنه الجرائم الثلاثة الشنيعة في العالم، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، هي ليس من اختصاص العدالة الانتقالية. هذا الطرح أيضا لا يمكن أن نتفق تماما أنه العدالة الانتقالية هو المخرج في ظل التظلمات والانتهاكات الواسعة والممنهجة اللي يعني طالت ملايين السودانيين، وأيضا شروطها غير متوفرة، لأنه من شروط العدالة الانتقالية أن يكون هناك انتقال فعلي من وضع لوضع، من وضع ديكتاتوري إلى ديمقراطية، ومن وضع حرب إلى سلم. هذا ما لم يحدث لا في دارفور ولا في السودان. أيضا الأشخاص المتوقع أنهم متورطين في ارتكاب الجرائم في الفترة ما قبل الانتقال يجب أن لا يكونوا في مواقع السلطة، لأنه ذلك يتناقض مع فكرة مسؤولهم لطلب العفو من الضحايا، وهذا ما هو غير موجود. وبالتالي الحديث عن العدالة الانتقالية بهذه الطريقة المطلقة أيضا فيه كثير من التجاوز، وتشوه المصطلح وتجعل المصطلح عرضة للاستغلال السياسي من قبل الناس اللي بيرتكبوا الجرائم. مع عدا ذلك أعتقد أنه الوثيقة يعني مفتوحة للمناقشة، ونحن على يعني قررنا أيضا أنه نلتقي بهذه اللجان ونتناقش معاهم يعني في مدني وفي مايرنو وفي الوبيد وفي أي يعني منطقة ظهرت فيها مثل هذه الوثائق. حقنا أيضا أن ومن الواجب أن نلقي نظرة عليها ونبدي ملاحظاتنا، وعشان في نهاية الأمر ممكن نطلع بفكرة إنه المواثيق يمكن دمجها ويمكن التوصل بها إلى موقف مشترك في القضايا الجوهرية الرئيسية التي تهم بلادنا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ارتفع الدولار في الأيام الماضية وكاد أن يصل إلى 800 جنيه، وتوقع بعض المحللين وقتها بأن يتجاوز حاجز 1000 جنيه سوداني، ولكنه عاود الهبوط بشكل مفاجئ. فما السبب وراء هذا الارتفاع والانخفاض؟ في جولة السودان اليوم تحدثنا إلى الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عبد الحليم تيمان بفسر لنا ما حدث والأسباب التي يحتمل أن تكون وراء هذا الارتفاع والانخفاض. وطبعا الحكومة في الفترة الأخيرة أيام دكتور إبراهيم البدوي اتبنت سياسة اسمها Managed Floating Exchange Rate، اللي هو سعر الصرف المرن المدار. ممكن الناس يقولوا التعويم بالبلدي كده، لا هو شنو يعني؟ ما هو مدار يعني within a range، يعني دائما انت بتخد يعني سعر يعني من خلال البنك المركزي، وبتراجع السعر ده في حدود معينة، مثلا قول 3%، فانت بتخلي تسمح للسعر انه يتغير في حدود 3% ups and downs. ايوه بعد ذاك تاخد خطوات تصحيحية عشان ترجع الريت ده للبلاند ليفل. مثلا السعر اليوم لو كان 400، انت بتخلي البنوك تشتري لغايه مثلا 412 مثلا. ايوه لو الدولار وصل في البنوك 413 معناته الطلب اكبر من العرض. البنك المركزي بيتدخل وبيضخ من احتياطاته بحيث انه يرجع السعر في حدود 400، عشان كده بقول مانيش يعني. أيوة. تقدير العمليه دي وقت خليها في، لكن الحكومه في اخيرا هي اضطرت اضطرارا ان تتبنى سياسه التعويم الكامل.
اللي هي ما بتتدخل خالص، ما بتتدخل يعني من خلال البنك المركزي، وتترك الأمر للعرض والطلب يعني بالنا. يعني بالضبط كده. طيب هو ده الحكومة اضطرت إليه لأنه عندها احتياطات. التحكم في سياسة سعر الصرف طبعا عشان أنت يعني تدافع عن أي شيء لازم تمتلك سلاح، يعني فسلاح الحكومة دائما في الدفاع عن سعر الصرف هو من خلال أهم الأدوات، يعني ما هي وحيدة لكن من أهم الأدوات هي يعني الاحتياط الموجود في البنك المركزي. طيب قبل ما الحكومة تنجح في تبني سياسة سعر الصرف الفارق المدار ومن خلال تكوين احتياطي معقول، كان في السابق اللي هو الوضع كان مختلف. الحكومة كانت بتتبنى حاجة اسمها دول اكسجيري اللي هو سعر واحد رسمي تتبناه الحكومة للمعاملات الرسمية، وفي سعر موازي ده كان في السابق قبل الثورة. والفرق بين السعرين دول دائما الناس بيأخذوا يعني في المضاربات وهكذا. طيب ده الوضع اللي كان موجود، يعني دائما نشوف الحكومة لما تصل مرحلة بتاعت الناس كنترول سنوسين بتتبنى السياسة اللي ترفع يدها. طيب في الفترة قبل الجنب الأخير الناس بيتكلموا عن عدة أسباب، لكن دائما الحقائق الناس بيتكلموا عن إنه تجار العملة الآن هم أرصدتهم برا السودان بتساوي 80% من الكتلة النقدية اللي بيمتلكوها الناس دي من خلال 30 سنة الفاتو كوروا حسب التقديرات، حسب دراسة كان عادها دكتور بروفيسور أونور جامعة الخرطوم. نعم. هو بيتكلم عن 3.5 مليار دولار أرصدة بيمتلكوها تجار العملة، وده يساوي أكبر من احتياطات الحكومة. يعني في وقت من الأوقات كانت الحكومة احتياطياتها 100 مليون، دي لهم 3.5 مليار، فما في أصلا مقارنة. ديل في كل مرة يعني بيهجموا على سعر الصرف. عادة ديل لما يحسوا بأن الحكومة ما عندها احتياطات بيقوموا بيعملوا حاجة اسمها الاستكليتيف أتاك المضاربات، ده في السابق كان موجود وهو ترين برضو دكتور ونور ده عمل ايفر برضو يعني في الاستكليتيف أتاك بتاعك الاكسيجين ريت في جين. طيب الناس بيعملوا شنو؟ يقوموا لما يحسوا بأنه في طلب، لما الحكومة تكون عندها طلبات كبيرة في الوقود وبعض السلع الاستراتيجية ما يقدر 300-500-600 بيحصل حاجة من الحاجتين، بيحصل جنب طوالي في سعر الصرف، ودائما الناس يفتكروا أنه سعر الصرف ده الطلب الأكبر هو من الحكومة على النقد الأجنبي. نعم. فواحد من اثنين، يا الحكومة مرات تستعين ببعض الناس عشان يوفروا لها الاحتياطات دي، يا زي ما حصل لما السودان حاول يسدد ديونه لو تتذكر أيام رفع اسم السودان. أيوة. من قائمة الدول الراية. صح، كان فرضوا عليه إنه يدفع مبالغ وكده. أيوة، فلازم يفتكروا إنه برضه هناك كان حصل برضه أبرف صدًا جم كده في سعر بتاع الدولار، فيفتكروا إنه ده من الطلب الحكومي. إذا إحنا يعني مرات الناس إلى حد كبير يفتكروا إنه الطلب الحكومي هو وراء أغلب الزيادات المفاجئة في سعر الدولار حسب التجربة يعني. وده واحد من اثنين، يا يعني إما هي تدخلت عن طريق الشراء المباشر عن طريق طبعًا قنوات اللي تعرفها كان بنوك الأفراد، يا إما في ناس عندهم معلومات بأنه الحكومة هتحتاج لعملة وبيزبطوا الحكومة بالمعلومات دي ويهجموا على السوق. غالبا لما الحكومة تأخذ كفايتها أو السوق أو الطلب المجهول ده يعني يأخذ كفايته، السوق بيحصل طوال شنو بيحصل له صدم ضرب. النوع ده من الناس اللي عندهم أرصدة في الفترة بتاعت الهدوء ثاني بيدخل بيشتري، لأنه الموارد اليومية ما بسيطة، يعني الموارد اليومية ما بسيطة بالدولار، يعني التقديرات يقول مثلا ما أقل من يعني ملايين الدولارات، يعني من تحويلات يعني الدولار اللي بيجي عن طريق المسافرين برا المقترضين غيره ما قروش بسيطة يعني. فهم دير بياخدوا برضو بياخدوا القروش برا وجوه، ففي الفترة دي بيعملوا كولكشن، فبقوم ينتظروا طلب جديد. أول ما الطلب الجديد يجي أول حاجة هما يكون احتكروا المخزون الموجود. أيوة. وتاني بيدخلوا كمان بيشتروا بسعر أعلى. طيب. بحيث إنه هو مثلا يزعج السوق، هو بيكون موفر يعني الطلب لو كان 900 مليون دولار هو أوريدي بيكون لقى 900 مليون دولار موجود، فبقوم بيخلق طلب برضو تاني ب 50 مليون دولار. لما الطلب يجي هو بيقوم بيشتري بأسعار عالية، هسه حاليا الدولار ب 580، قول مثلا بعد يومين أسبوع لو حصل طلب جديد
يقوم نفس الناس زي اللي هو بيفتح السعر ب 700 طوالي عشان هو داري يرفع شنو قيمة أرصده دي. نعم. وفي السعر الجديد ده ما بيشتري دولار كثير، بيشتري 10-20 مليون دولار، لكن بيرفع قيمة المخزون بتاعه كله. طيب سؤال يا دكتور، العمليات دي حقت التجار دي اللي بيكسبوا فيها وبيرفعوا أرصدتهم فعلا، الدولة قاعد تاخذ منها حاجة باك؟ يعني في حاجة بتدخل لخزينة الدولة من العملية دي؟ لا، ما هو ده شغل سوق أسود. ما أنت الحكومة، أنت الحكومة ما عندها أرصدة، ما بتقدر تتدخل. الناس زي ما قلت لك أرصدتهم يعني في حدود 3.5 مليار دولار، اللي هي أكبر من الاحتياط بتاع بنك السودان. ما عندها احتياطي، يعني أنت ما مخزن حاجة. يوم يعني ظهرت لك حاجة تقوم تدخل السوق بالسعر المفروض الناس تشتري، بيبيعوا مخزونهم. لا، شوف الدولار ده دائما لما تتتبع حركة الدولار بيحصل فيه الكيرف ارتفاع مفاجئ، نزول مفاجئ، ثاني ارتفاع باستمرار. الناس دي بيعيشوا في الجاب ما بين الاثنين ده، بيساوي البروفيت بتاعه. تاريخيا لو تبعت الكيرف، الديفرنس ده بيساوي الارصده الكونيه اللي هو 3.5. حصل في سيميليشن دكتور ابراهيم نور، عمل سيميليشن للكلام ده، طلعوا في حدود 3.5 مليار دولار. طيب نرجع نقول الزيادات اللي حصلت دي واحده من الاسباب، انه طلب حكومي طلبهم بتنشأ من خلاله معلومات، بيحصل مضاربات مفاجئة، هجوم من تجار العملة اللي بينطلقوا الأرصدة، يحتكروا السوق، والحكومة تكون مضطرة تنشي معهم بالسعر ده. بعد ما الطلب ينتهي بيحصل شنو؟ ضرب مفاجئة. سيناريو واحد. السيناريو الثاني إنه الحكومة كان فكت أرصدة ل 630 فرد وحوالي 370 اسم عمل. الحسابات دي المحجوزة دي حوالي 1000 حساب. الحقيقة الحسابات دي كان فيها أموال ضخمة. الأموال دي أغلبها لو رجعت للبنوك هيقول لك الأموال دي استحبت. الليلة الحسابات اللي تم رفع الحظر عنها ما في حساب فيه قروش نهائي، كلها فاضية. القروش دي دخلت السوق برضو. الناس بيحاولوا يعني ما في بوليتيكال ريسك، وهم بيفتكروا إنه الوضع ده ممكن يتغير في أي وقت، فغالبا بيكون هرب القروش دي. يعني نمرة ثلاثة برضو الريليس اللي حصل، اللي هو التسامح اللي حصل معه ده، برضو في ناس يقولوا يعني انت الليله كل شيء زايد. ايوه، ما عاد الاراضي نازله على فكره. فبرضو في ناس يفتكروا انه الان كثير من قيادات النظام السابق جوا راجعين من تركيا ومن غيره، وعرفوا انه ما في حظر، ولجنه التنكيم ما في ملفات. يعني اذا كانت اللجنه كانت شغاله الليله كان في بيوت كانت حجزت، وفي عقارات ما بنقول بيوت، عقارات كان الوقت يكون شنو حجزت. الناس الأصل شاكين في أصولهم دي فترة بالنسبة لهم كانت ذهبية، يعني عرضوها، ففي معروض كبير جدا من العقارات، وده بيفسر إنه في يعني أنت ما ممكن اللي تمتلك عقار في عقارات هي تلقى ثمن القطعة زائد المباني مثلا، المبنى كله بيتباع بثمن الأرض، يعني ده موجود. يعني بيدل على إنه في ناس عايزة تتخلص من العقارات دي في فترة الهدنة دي، وفترة بتاعت اللي هو شهر أنا ما أعرف أسميه شنو، يعني التسامح الموجود مع النظام البائد، ويتخلصوا من كمية من الأصول يعني. وده برضو شكل ضغط على الدولار، على اعتبار إنه ده برضو قروش لازم تطلع، لأنه هم في الأخير ما حيحتفظوها في السودان يعني. طيب كده إحنا ذكرنا ثلاثة أسباب رئيسية. نعم. هل بيعزز الكلام ده شنو؟ إنه في الفترة دي حتى المينا، حركة المينا ضعيف، التجارة مع مصر المنفذين ديل ما في وارد، يعني حركة الوارد ضعيف جدا بالمقارنة مع زمان. يعني مثلا الصادرات لشهر فبراير 2021 أو 2020، فبراير 2020 كانت 387 مليون دولار. بالواردات هذه الصادرات، الصادرات أيوة، الصادرات في شهر فبراير الفات 2022 كانت في حدود 36 مليون دولار، اللي هو فرق كبير. أيوة، فيبدأ حركة التجارة راجعة بالنسبة للصادر والوارد. أنا ما عندي فكرة بالنسبة للصادرات للواردات، لكن برضو تراجع بشكل كبير لأنه وضع الاقتصاد. إذن حركة التجارة في تراجع، السوق فيه كساد، الصناعة ما في نشاط، فهذا كله كان زمان بيساوي ضغط على الدولار. إذن مع وجود يعني واقع في التجارة بشكل يعني بيعكس تراجع واضح، إذا الدولار مفروض بحسب الحسابات الاقتصادية والتجارية مفروض يكون يا إما ثابت يا متراجع. طيب ده ضيف إلى كده في عامل آخر اللي هو البوليتيكال ريسك، المخاطر السياسية. برضو بصراحة
يعني وقفت الدولارات اللي كانت بتجي بشكل ما في استثمارات أجنبية موجودة وكذا. الاستثمارات دي كان برضو بيحصل لها بالمناسبة بعض دخل قروش من برا وكذا، في استثمارات كان برضو بدأت جديدة. يبقى برضو كل مصادر أو الدولار الداخل للبلد كل وقف بسبب المخاطر السياسية بما في دولارات المساعدات الدولية أو التحويلات السودانيين بالخارج أيضا كان بيرسلوها بالقنوات الرسمية، هسه ما أظن بيرسلوها. طبعا برضو طبعا المخاطر السياسية بيخلي أي زول يودي دروش لمصر، الدائر يشتري شقة في السودان بيشتري في تركيا وبيشتري في مصر. المخاطر السياسية برضو حجمت دور الاستثمارات، ما تدفق الاستثمارات وقف، حتى التدفق من أجل يعني لأغراض مثلا تسيير الاستثمارات المحلية الموجودة هنا اوريدي موجودة برضه وقفت. العون الدولي وقف، زائد إنه المنظمات الدولية وتدير كله وقف. إذا مصادر الدولار الخارجي بصراحة كله بسبب المخاطر الاقتصادية تراجع تماما. إحنا دي الخمسة أسباب الأساسية يعني دفنتلي كلها تصلح، لكن أنا أتوقع إنه السببين الرئيسيات أو العاملين الأكثر تأثيرا هي المسألة بتاعة الفرصة بتاعة الدولة القديمة، عودة طبقة من رجال الأعمال والمتنفذين من أصحاب الأرصدة والأملاك للحكومة البائدة، فرصة ذهبية لقوها من خلال فك أرصدتهم وتصرف في بعض العقارات القريش دخلوها في السوق وعمل كايس كبير جدا جدا. حتى الدروب اللي حصل زمان ما بيحصل بالشكل ده 20% ولا 30%، ده يا أخي تغير ما بيحصل حتى للسلع مش بيرونجا يعني. فده واضح إنه دي حركة مضاربة كانت مفاجأة يعني مفاجأة جدا في ناس محددين دخلوا بقروش محددة إنما حاجات محددة عملوها يعني. دي أغلب الأسباب يعني. طيب يعني في النص كده ده المواطن بيحصل له شنو؟ او يعني انا ما داري اقول الدولة المفروض تسوي له شنو يعني. شوف المواطن ده الان السنة دي سنة صعبة جدا يعني. انت لما تيجي تتكلم عن يعني المواطن ده ما عايش على اغلب الاقتصاد الموجود ده، اقتصاد هو تقليدي يعني. فشوف دائما انت لما تجي المسائل السياسية دي يجب الاقتصاد يجب انه يبعد من يعني لا يستغل، يجب ان لا يستغل كعامل في الصراع السياسي يعني. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. بهذا نصل بكم اعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم ارسال رسالة او تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. Thank you.